والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المناسبة كنشكروا جريدة أسواق على كتواكب مسيرة النضالية ديالنا في جميع المحطات النضالية. وبعد المناسبة كنا معتزمين باش غنديروا الوقفة الثالثة هنا دابا والأخيرة. إذا به كيستدعينا رئيس مصلحة الموظفين وكيقول لنا المدير راه باغي يفتح معاكم حوار. والمكتب دخل عند المكتب، حنا كمكتب دخلنا عند مصلحه الموظفين وكيقول لنا بالما المدير راه باغي يفتح معكم حوار. وحنا ما عطينا الحوار، في كاين المشكل الى دراتو، حنا باغيين غير المطالب ديالنا، ويكونوا 10 المطالب حقق لنا سيدي حتى 4 ولا 5، حقق لنا غير 4 ولا 5، واش حنا دايرين حاطين لك السيف على عنقك؟ هذا هو المشكل. وهذا لهذا كنطالبوا من السيد مدير ديالنا حنا وديال المؤسسه ديالنا. واش حنا اللي باغيين نسيروا المؤسسه؟ راه مدير ديالنا وديال الموظفين وكنحترموا ونودوا كامل الاحترام. حنا باغيين غير حوار يكون جاد ومسؤول، جاد ومسؤول بالنسبه للمكتب النقابي ديالنا. وشكرا جزيلا سي شوراق على المسانده ديالك. حنا كنقولوا لهذا السيد المدير مرحبا، بغيتي معنا الحوار؟ حنا بغينا معك الحوار، وانت راه مدير، راه ما غاديش نبقاو معارضينك. خاصنا نزيد، حنا هذا الحي بغينا يزيد قدام، ما بغيناش نبقاو مشاكل، ديما مشاكل. راه اللي جينا نلقى تعصى علينا في المشاكل وحنا نعصاو في المشاكل ديالنا، راه بزاف علينا وبزاف عليك انت. انت مشكلة عندك، خاص موظف ياخذ راحته وانت تمشي في المسائل القانونيه ديالك وفي المشاريع اللي هي كتخص الحي. وهذا الشيء اللي بغينا، الله يسهل الجميع، هذا الشيء اللي بغينا نقوله، الله يسهل الجميع. طفطافي على الحي الجامعي بالجديده، كندير عضو مكتب الفرع مستشار. اليوم درنا لقاء مع رئيس مصلحه الموظفين، طلب معنا باش يتلاقى معنا قبل ما نديروا شي حاجه. قال لك السيد المدير يعني بغى باب الحوار. قلنا له مرحبا، حنا الناس ديال الحوار، وحنا هذه المؤسسه ديالنا 24 من الافتتاح ديالها، وحنا هنا خدمنا هذه المؤسسه، وانتم كتشوفوا العمل الجاد ديال هاد الموظفين. وحنا بغينا من هذه المؤسسه، من هذا السيد المدير، بغى مكتب نقابي يكون مسؤول واداره مسؤوله، ويكون هو الوسيط من المكتب النقابي الوسيط ديال الموظف مع الاداره بلا ما وشكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه نضاليه للاخوان وتحيه نضاليه للمكتب الفرع ديال اقامه الحي الجامعي بالجديده. وكنشكر جريده اسواق، كنشكرهم وكنحييهم بواحد الروح النضاليه اللي هي ساندت الاخوان وساندت المكتب النقابي داخل المؤسسه. هذه الرساله اللي كنبغي نبلغ بالنسبه للاخوان ديالنا، حنا النقابه ديالنا، حنا نقابه ديال الحوار، نقابه ديال الحوار. حنا علاش الانسان كيدير هاد الوقفات وكيدير هاد الاعتصامات؟ علاش؟ على قبل الموظف اللي ضرب واحد 24 سنه واكثر من واحد 24 سنه، واصلا الحي حنا خدمنا فيه ملي كانت مازال باقي الله بياضه، وما دخلتش كاع الشركات هنا ديال البستانه بالمجهودات ديالنا حنايا هاد الموظفين كاملين، ديال المجهودات ديالهم باش ولات هذه الجماليه داخل المؤسسه. وحنا بالنسبه لنا حنايا هذه راه الدار الثانيه ديالنا حنايا. حنا عندنا شرف مني ولاو اخوان ديالنا ديال الاحياء الجامعيه، كيقول لك احسن حي هو الحي الجامعي ديال الجديده بالنسبه للهدوء والسكينه ديال الطلبه، ولا بالنسبه للمجهودات اللي كيقوموا بها الاخوان ديالنا ديال البستانه ولا ديال لي فام ميناج اللي داخل الاجنحه. بالنسبه حنايا اش كنطالبوا غير التحفيز، يحفز يتهلا في الموظف. الموظف راه هو اللي كاين. بالنسبه للموظف اللي ضارب واحد 24 سنه وباقي وعنده غيور على المؤسسه ومازال باغي يعطي، وانت مني ما كتهلاش فيه، وكاين اقتطاعات، كاين بالنسبه ديال بلا ما ندخلوا لهاد. حنا دابا لحد الان مزيان، السيد المدير طلب من المكتب باش غادي يريح معاهم ويكون واحد الحوار. وحنا كنطلب من سيفتي انايا كمنخرط بالكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، كنطلب انا هذا الاجتماع هذا يكون ايجابي بالنسبه للموظف وبالنسبه حتى للاداره هيايا.
وهذه الرساله كنبلغ الاخوان ديالنا حنايا ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. بالنسبه لنا نهار ان شاء الله نهار 30 حنا مساندينهم في الوقفه في الرباط ان شاء الله، وتحيه نضاليه وشكرا. المهم بغينا نقولوا نترجوا الخير في هذا اللقاء اللي اليوم تعطانا، بان رئيس مصلحه الموظفين كيقول لنا ان المدير مستعد للحوار ونحن كذلك، حنا الناس ديال الحوار وكنترجاو غير الحوار. حنا ما درنا هاد المسيرات وهاد النضالات وهاد الوقفات الانذاريه الا تسد علينا باب الحوار، ومن يتفتح مرحبا والف مرحبا وكنترجاو الخير. السلام عليكم.